حلبة البحرين الدولية، حيث مراسلنا من مركز الأخبار محمد أرشدات. محمد، هل لك أن تضعنا في صورة آخر أخبار السباق والنتائج النهائية والأجواء العامة؟ نعم محمد. حسين، مساء الخير. يعني من جديد تثبت حلبة البحرين الدولية بأنها موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط، وللمرة الثالثة عشرة تبدع ويبدع المنظمون في حلبة البحرين في الخروج بأبهى حلة لسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج لسباق الفورمولا 1 خلال الثلاث أيام. يعني من خلال ما قام به المنظمون والقائمون على هذه الحلبة، خرجت هذه النسخة بأبهى حلة، يعني تأتي موائمة لمكانة البحرين العزيزة على خارطة الدول التي تستضيف مثل هذه السباقات. من على هذه المنصة تم تتويج السائق الألماني لسائق شركة فيراري الألماني سيباستيان فيتل بالمرتبة بالمركز الأول، ومن ثم تم تتويج السائق الألماني لشركة مرسيدس لويس هاملتون، وجاء في المركز الثالث السائق الفنلندي أيضا لشركة مرسيدس السائق بوتاس. يعني حالة من الرضا تعم الأجواء حاليا من خلال يعني الراحة التي يشعر بها العديد من الحضور. ومعي هنا مجموعة من الشباب آثروا على التواجد، الشباب البحريني آثروا على التواجد في هذا السباق. تعرفنا بحالك إذا سمحت؟ خالد الحافظ وياك. خالد، يعني بشكل عام كيف شاهدت التنظيم وصولا إلى السباق النهائي؟ والله أول شيء أنا حبيت أشكر جميع المساهمين اللي سببوا في نجاح الفورمولا 1. يعني كان شيء طيب وجميل بسبة التنظيم، الناس اللي كانت متواجدة ويانا والجميع اللي ساهم في هاي الأفنت الجميل، وأشكر الجميع على التنظيم الصحيح والتنظيم المساهمين اللي كانوا ويانا في الشارع والمرور. أشكر الجميع على كل اللي سووه، وبالعكس شيء جميل وطيب حق مملكة البحرين. عزيزي، يعني إذا ما أردنا يعني تسليط الضوء على مجموعة من الفعاليات التي شاهدتها، كيف تصفها؟ والله السنة الفعاليات كانت أفضل من كل مرة. السنة حتى الفعاليات كثرت أكثر وزادت من أكثر الفعاليات، من ناحية ضافوا هالمرة الديناصورات، وشاهدت بعد كنا في أفلام رعب، وفي بعد طيران خليج هم ساهمت بعد في ذي من ناحية الصور السيلفي، وفي مسابقات حق التيكت وذي. فهالمرة وايد الفعاليات تغيرت عن كل مرة، فهالمرة حتى جذب الناس أكثر وأكثر النيون. لو تلاحظ عن كل سنة، السنة أنا لاحظت أن الفعالية وايد عددها أزيد من كل سنة يوم. طيب يعني آلية دخولكم على حلبة السباق، هل وجدتم صعوبة؟ طيب الصراحة أنا ما لاحظت ولا صعوبة، لا من ناحية الشارع، إدارة المرور ما قصرت من ناحية تنظيم الشارع، من ناحية الشوارع، من ناحية مشي السيد. كنت ما حسيتنا في فعالية أصلا. أنا جيت من البحر من المحرك ديني في تقريبا نص ساعة، كان الشارع ماشي من أحسن ما يكون وسموث، ولا في نوع زحمة أو مضايقة أو ذي، كانت الشوارع من أحسن ما يكون. وحتى تدخل السباق كان حتى المنظمين والتيكت بسرعة تدخل، ما كان في أي مشاكل في الموضوع. شكلك جدا. يعني عزيزي، هل حصد المتسابق الذي أردته الفوز في هذه النسخة؟ لا والله، كان مسابقة مال مرسيدس هاملتون، فهو أحرز المركز الثاني، فما صار له نصيب. كنا احنا نتمنى ان ياخذ الاول، يعني يكون هنا في مملكة البحرين. كيف تصف الاجواء يعني بهذا الكم الهائل من الحضور، خصوصا ان هذه النسخة قاربت على الانتهاء؟ والله الاجواء وايد حلوة وفعاليات وايد حلوة، ويعني اشياء ما تنوصف هنا، يعني من ايفنت عندنا، من ناس، حتى التنظيم وايد كان ممتاز. يعني ونشكر مملكة البحرين. شكرا لك عزيزي حسين. يعني بعدما تم تتويج السائق سيباستيان فيتل السائق الألماني لشركة فيراري، ترافق مع هذا التتويج
الذي يعني تشرف الحضور بوجود سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة. ترافق معه وجود العديد من الألعاب النارية التي أضافت نكهة خاصة لختام فعاليات هذا اليوم الأخير الذي يعني صدقا نحزن أنه قارب على الانتهاء لسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج الفورمولا 1. نعم، إذا محمد رشيدات مراسل مركز الأخبار إلى حلبة البحرين الدولية، شكرا جزيلا لوضعنا في هذه الصورة الجميلة.